أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. بعد أن تكلم الله عن الأرض ومدها وتكلم عما هيأ لنا فيها من أسباب المعايش قبل أن يستقدمنا إليها، لم يخلقنا ثم خلق لنا، وإنما خلق لنا ثم خلقنا. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، الخزانة هو ما يدخر فيها كل شيء له نفاسة، والكون كله مخلوق على هيئة أن الله قدر في الأرض أقواتها من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة. إذن فإن حصل تضييق في رزق فاعلموا أن حقا من حقوق الله قد ضيع، إما لأنكم أهملتم استصلاح الأرض وإحياء مواتها بقدر ما تتسع لكم الزيادة، وإما أنكم أخذتم منها فكنزتموها لأنفسكم وظننتم بها على سواكم. فإن رأيت فقيرا مضيعا فاعلم أن هناك غني مضيع، وأن علمت أن عاجزا عجز عن إدراك أسباب حياته فاعلم أن واحدا آخر ضن بقوته عليه، وإن رأيت جاهلا أيضا في الأرض فاعلم أن عالما ضن بعلمه عليه، وإن رأيت أخرق في الكون فاعلم أن حكيما ضن بحكمته عليه. كل شيء موزون في الحياة حتى تسلم حركة الحياة سلامة تؤدي إلى شيئين: التساند والتعاضد، لا التعاند ولا التعارض. فإذا كان الكون قد أعد الله فيه قبل أن يخلقنا، ونعمة أخرى أنه أعطانا قبل أن يكلفنا، إلى أن نكتمل كده وأنا سن البلوغ يجي يبتدي يكلفني، لكن المدة دي كلها عمال يربي فينا على مدد وكده. ليه؟ قال لك لأن التكليف سيحدد اختيارك لكثير من الأشياء، وكثير من الأشياء يتعلق بكل ملكات نفسك، قوتا وشرابا ومسكنا وملبسا وأهواء لاستبقاء النوع اللي هي الأعواء الغريزية. فالحق سبحانه وتعالى لم يكلف العبد إلا بعد أن تستوفي ملكات نفسه قوة واقتدارا، ويصبح قادر على أن ينجب مثله. مدام بقى قادر على ان ينجب مثله لما يتجوز يجيب ولد يخلف يبقى اكتمل. فاذا كلفه قبل ان توجد فيه هذه، ان جاءت هذه يقول يا رب طرأ على المكلف شيء لم يكن في الحسبان عند عقد الايمان بيني وبينك، فقال له لا انا هأخر التكليف ده لحد ما ايه، لحد ما تبلغ. اما تبلغ بقى سن الرشد يبقى ملكش ايه، ملكش حاجة. الحق سبحانه وتعالى قال لنا ان كل شيء مطمور في الارض، بس التمر اما تمر فردي او تمر نوعي او تمر جنسي. مثلا افرض اننا عايزين قمح، ان كان ربنا خلق لنا من قبل ما نيجي القمح اللي هنطحنه وناكله الى ان تقوم الساعة، يبقى تمر الفرديات يعني المخازن ملانة منها. طب قال لك لا، تمرها تمر نوعي، نوع يعني بأن يبقي من حب العام الماضي شوية حب نزرعهم السنة الجاية عشان ايه، علشان يجوا. الله، طب ممكن تمرها تمر جنسي وأودع في كل حبة أولى، الله أوجدها لنبات الأرض كل خصائص النبات اللي حتوجد إلى يوم القيامة. يبقى إذن القمح اللي أنا باكله الآن مأخوذ من ايه؟
من قمح كان معمول عم نول حصن منه شويه كده ورمناهم في الارض علشان ايه؟ يقوم المؤمن لا ينظر الى انه سينقص مخازنه اردبا من القمح. يقول له ما هو انت هتنقص من خزائنك اردب من القمح عشان هتجيب به لما تبذره 10 رديب. يبقى النماء جه والتكاثر، النماء جه والتكاثر يساوي ويمشي مع تكاثر الانسان، مع تكاثر. اذا فكل شيء موزون، اما موزون بايه؟ بانه موجود جنسا، واما موجود ايه؟ واما موجود ايه نوعا، واما موجود ايه افرادا. ما فيش حاجه هتيجي يعني حبايه القمح اللي بناكلها الان فيها جزيء لا يدرك من حبه القمح اللي انزرعت اول ما ربنا اوجد القمح. اذا فكل شيء بس بينزل بميزان، هذا الميزان ليوافق الكسره وليعيش في ركاب حضن الايمان. ما انت تاخد المسائل كلها العطائين، تاخد عطاء الربوبيه وعطاء الالوهيه ويا بعض، ما تاخدش واحده وتسيب واحده. الحق سبحانه وتعالى يقول انا مش بديكم علشان شهواتكم وكيفكم، قد اظن برزق على واحد وهو عين العطاء لرزق اخر. ليه؟ لان الرزق نوعين، نوع يقيم الماده ونوع يقيم القيم اللي في الانسان. فافرض ان انسان هيطغى شويه بالمال يقوم ربنا يضن عليه يقدر، يقول لانني هعطيك من القيم اكتر من اللي هاخده منك. وعطاء القوت للبدن منهي وعطاء القيم باقي، يبقى انا وسعت عطائك. وما تزعلش كده لما انا ما اديكش قوه علشان مثلا تكدح في الارض وتجيب رزق، ده انا لاني حرمتك القوه دي سببت فيك قوة كل مؤمن، سببت فيك قوة. ومن العجيب ان هو اللي يدور عليك عشان ياخد حق الله، ويقعد يدور ويقول لك كبر مش عارف ايه وبتاع الله، ويقعد هو كده مشغول ولا هو داري بحاجة وانت عمال بتكدح وبتاع علشان. فلو فهم عطاء الله لقال له ده انا خليتك ضعيف علشان اخلي كل الاقوياء في خدمتك. يبقى اذا كل عطاء الله رزق منعا او إجابة. ولذلك القرآن لما يتعرض لهذه المسألة يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن، كتر خيرك والله قريت به. واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانا. طب الاهانا دي هي اللي كان فيها كلام، انما اكرما ما فيهاش كده. قال له لا ما انتش فاهم، لانه قال في الاثنين اذا ما ابتلاه، فكان الايتاء ابتلاء امتحان، هتنجح ولا ما تنجحش؟ مش لما يديك النعمه تبقى هي لا تشوف هتنجح فيها ولا ما تنجحش. والثانيه برضه ابتلاء، اذا ما ابتلاه واذا ايه؟ اذا ما ابتلاه. اذا فالاعطاء والمنح لا يقاس بوقت العطاء والمنح، انما بتوفيقك انت في متطلبات العطاء ومتطلبات الايه؟ المنح. وبعد ذلك يرد علينا الاثنين، واحد اكرمه فقال ربي اكرمه، وواحد ما ادالوش فقال ربي ايه؟ قال سبحانه كلا. كلا لمين؟ للاثنين. لا انت صادق ولا هذا صادق، فلا النعمة التي اعطيها دليل الاكرام ولا النعمة التي اسلبها دليل الاهانة. ليه؟ قال لك كيف تكون دليل اكرام وانت حين ينعم عليك ما تديش الغلبان ولا تدي المسكين ولا تحض على مش عارف ايه وتأكلون التراث اكلا، تبقى نعمة ايه دي اللي هتخليك تبرطش في الكون؟ وانت ما تفتكرش انني اهانتك، لا ده اني لم اعطي لنفسك الشريره وقود تستعين به على معصيه الله. يبقى لا دي نفع ولا دي ايه؟ ولا دي نفع. فبيقول بس انا عندي الخزائن بقى، والخزائن دي لو اني
حبيت يعني أبسطكم، كنت اديت كل واحد خزائنه إلى أن وذريته كمان إلى أن تقوم الساعة. إنما أنتم مش مأمونين على بعض، ما تؤمنوش على بعض. ولذلك يقول قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربكم إذن لأمسكتم خشية الإنفاق. وكان الإنسان قطورا. وليه كان الإنسان قطور؟ ليه بيقطر؟ ليه والإمساك عشان إيه؟ أم قال لك لأن الإنسان ذاتيته هي الأصل، ونفعيته الذات هي الأصل. حتى في قضايا الدين، قضايا الدين نقول لك يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. في ظاهر الأمر أنه بيؤثر الغير على نفسه، لا ده هو بيبص للي جاي تبقى نفعية ولا مش نفعية. يقول لك بتغمض هنا عشان هتبص في الحلال هناك، يعمل كذا هنا عشان هتعمل، يبقى كلها ايه؟ اذا الذات العملية الدينية حتى عملية ايه؟ ذاتية، في نهاية امرها ذاتية. ولذلك الناس اللي يقول لك يا اخوة ده الايمان ده انانية. انانية يعني انا بحب الايه؟ بحب الثواب لنفسي، وعايز كل واحد كده اخذ اني منه ثواب. تبقى انانية ولا بس انانية في ايه؟ أنانية عاقلة، أنانية في الباقي، أنانية في النافع. قبل أن تأخذ تعطي، قبل أن تأخذ شوف الأنانية استغلت في إيه بقى. عشان تأخذ دي تبقى تعمل إيه؟ تبقى تدي دي. قال طب ما كان ربنا يدي الدنيا ولا يخليش يد محتاجة إلى يد ولا عليا ولا سفلى ولا إلى آخره. قال لك لا ما تنفعش. ليه ما تنفعش؟ قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يعدل في الإنسان ميزان الإيمان. ليه؟ ويخليه ابن أغيار، يعني ما فيش حال إيه؟ لا قوة دو يجي بعدها ضعف، صحة يجي بعدها مرض، غنى يجي بعد. ليه ابن أغيار؟ قال لك عشان يدك فيه غرور الذات على الذات. غرورك على ربك مش هيجيب لك حاجة ولا حينال من الله حاجة، إنما المهم صيانة الناس من مين؟ من غرورك. كلا إن الإنسان إيه؟ لا يطغى أن رآه استغنى. نقوم نعمل نقوله ده أنت ابن أغيار، وابن أغيار افهم إنه كل مظاهر قوتك دي مش من عندك، مش ذاتية فيك. ما تستعلاش لأنها ما هي ذاتية. لأنها لو ذاتية ما تتنقلش. وما دام بتتنقل تبقى مش ذاتية. إذن هو بيعمل إيه؟ بيهذب الناس لأجل الناس. ومش بيهذب واحد لاجل واحد، بيهذب واحد لاجل الجميع، وبيهذب الجميع لاجله ايضا، وبيهذب الجميع عشان يطلع مجتمع. فانا الحق سبحانه وتعالى احنا عندنا الخزائن، وكان من الممكن ان ننصرها عليكم مره واحده، ولكن احنا عندنا ايه؟ بدنا يثبت لكم انكم ايه؟ ابناء وغير. وحتى نلفتكم الى معطي السماء. ليه؟ ام قال لك ان الانسان رتابه النعمه، لما تبقى نعمه كده رتيبه قدام الواحد الانسان يمكن ينساه. ولذلك ما فيش واحد يضرب انه له عين الا لما توجعه يقول يا عيني، وقبل كده ولا افتكرها. طب حد يفتكر مثلا سنانه لما ضرس وينقع عليه؟ الله. اذا فقد النعمة هو الملفت للنعمة، فقد النعمة هو الايه؟ الملفت للنعمة. احنا كنا ضربنا مثل زمان وقلنا اذا كان انسان قام يتوضى كده وما لقاش مية في البيت يقول له يا تشوف المحبس احسن يكون محبس البيت مقفول، يقول له يا سيدي محبس البيت مفتوح. طب شوف المحبس العام بتاع الحاره، محبس الحاره مفتوح. شوف بتاع الاسم المحبس ويقعد يسلسلها لحد فين؟ حد ما يروح للبابور اللي بيطلع الايه؟ الميه. يقول له والله اصل البابور ما طلعش ميه مفتوح، هاته يصلح البابور. والله ده الماء بقى غائر ما فيش. يقوم يقول يا رب الله بقى ابتدي في ايه؟ يوم يفتكر. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى جعل المسألة دي من رحمته بنا عشان ما ننساهش. عشان إيه؟ ما ننساهش. الله. طيب وإن من شيء، كلمة شيء دي جنس الأجناس، ما فيش حاجة إلا عنده خزائن. الشيء الذي تعتبره إيه؟ شيء تافه كده إيه؟ في خزائن وبينزل بإيه؟ وبينزل بقدر. حتى اكتشافات اسرار الكون تنزل بايه؟ تنزل بقدر. اليوم اللي نحتاج فيه الى شيء مكنون في سر الله، ربنا يقول لي صلى على من المخزن. مثلا
كان الوقود ده اول ما وقود طبيعي، وقود طبيعي يعني من الشجر، هو ده الايه الحطب يعني، كويس كده. ولذلك الحق يقول ايه، قل افرايتم النار التي تورون اانتم انشاتم شجرتها ام نحن المنشئون. يبقى الاصل فيها الايه الشجر، وبعدين افرض ان الناس اتسعت ومبقاش الشجر ايه يبتدي يقطش، نقوم نعمل من شجر استغني عنه سابقا اللي هو الفاح، وفضل ففحمناه ولا حجر صح. طب افرض ان دي برضه هتبتدي مش عارف ايه، يوم قال يكتشف لنا الايه البطلول. الله، يبقى بينزله بقدر معلوم. طب لو جاب ده وده 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 كلهم ايه مره واحده، يقول لك لا خلينا كده نديها بقدر الايه بقدر المعلوم تنظيم يعني. وإن ما من شيء في الوجود وإن كان تافها في نظرك إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم على الكون كله أو على الأفراد، كل واحد يأخذ على حسب الناس. وأرسلنا الرياح لواقح، الإرسال هو دفع الشيء من حيز الى حيز اخر، ارسلت فلان من عندي لفلان. ارسل الرياح، طب ارسلها منين؟ اهو كل مكان مرسلة منه رياح ومرسلة اليه رياح، لانها لما تهب تبقى ايه جاي من هنا وحيروح هنا ويجي هنا ويروح هنا ويجي هنا ويروح هنا. طب يبقى كل مكان الايه مرسل منه، وكل مكان مرسل اليه، وبذلك تاتي دوره الايه دوره الرياح. لو كانت تبقى ساكنه كده يبقى في حته فيها شويه هواء والباقي فيها شويه هواء، ولا ده يمر على ده ولا ده يمر ايه ولا ده يمر على ده. وارسلنا الرياح، القران حين يتكلم عن الرياح مره يتكلم عليها بالجمع ومره يتكلم عنها بالافراد. كل آيات الخير بالجمع، والذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، خلاص كده. وتصريف الرياح والسحاب المسخر ايه من السماء، كل رياح تجي بايه، وكلما افرد ريح واحد تأتي بالشر. فلما رأوه عارضا ايه مستقبل اوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، لا بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، وريح صرصر عاتية. الله، كل ريح تيجي ايه تيجي في الشر ليه؟ قال لك احنا قلنا زمان ان اللي حافظ توازنيات الاشياء ذات الاحجار الضخمة والمرتفعة اللي عامل لها توازن ايه الهواء، اللي مخلي العمود ده واقف كده ولا بيملش، ان الهواء اللي من كل جانب متوازن. فلو ان جه حاجة كده ورا الجدار ولا حاجة وفرغت الهواء، ايه اللي يحصل؟ يروح الهواء اللي هنا. يبقى اللي عامل توازن ده في العمارات وفي الناطحات السحب وفي الجبال حتى، ايه اللي عامل التوازن؟ الرياح. طب الرياح اللي من ناحية ولا الرياح اللي ايه؟ طب لو ريح تيجي من ناحيه واحده تبقى لازم تطبع. يبقى لما يجي بقى في الخير قال ايه هو الذي يرسله الايه الرياح. وارسلنا الرياح لواقح، لواقح جمع لاقحه، واللاقحه تطلق في اللغه مره على الناقه التي في بطنها جنين، ومرة تطلق على اللاقح الذي يلقح الغير ليصير فيه جنين، لأن كل شيء موجود في الكون والله يريد له أن يتكاثر لازم يعمله من زوجين، ومن كل شيء خلقنا زوجين. كل شيء عايزين منه يتكاثر أو عايزين منه طاقة أو هنعمل منه إيه زوجين. فسبحان الذي خلق الأزواج كلها، وبعدين عدد لنا بقى من كل شيء كلام مجمل، وبعدين ربنا ادانا شوية ايه تفصيل
فسبحان الذي خلق وإن من ومن كل شيء خلقنا زوجين أدي إجماع. وبعدين جيب دينا شوية تفصيل، فسبحان الذي خلق الأزواج كلها من إيه؟ أدي تنبت الأرض، ودي بنشوفها ولا بنشوفهاش؟ بنشوفها، بنلقح النخلة الأنثى بالإيه؟ بالذكر. مما تنبت الأرض ومن إيه؟ ومن أنفسكم. برضو لما بنحب الراجل يخلف بيتجوز واحدة والاثنين يجيب ذكر وإيه؟ وبعدين قال له ومما إيه؟ يبقى إذا في حاجات أنتم ما تدركوهاش حتى في النبات. طب إحنا في الجميز بنلاقي جميز نتايح ونطلع جميز وجميزها ذكر، وفي التوت كذلك وفي النخل، إنما في شجر تاني ما تعرفش له ذكر من أنثى. ليه؟ قال لك لأن إما مطمور الذكر والأنثى في شيء واحد، وإما إن الذكر ده أنت ما أنتش عارفه جاي منه. طب وليه كده ما نعرفوش ليه؟ أم قال لك اللي ربنا عمل لقاحه خفيف قوي قوي ممكن الريح تشيله يوم ده يبقى، انما الحاجه اللي مش ممكن الريح تاخدها كتير قوي قوي يقوم يعمل لها واحد مميز. ولذلك اللي بيعمل يعمل ايه؟ ذكر نخل، ويعمل مثلا ذكر جميد، وذكر ايه؟ وذكر توت. انما طيب ما شفناش المانجا، ما شفناش الجوافه، ما شفناش الزيتون، ما شفناش حاجات من دي كتير. اما قال لك ما انت تاخد لك عبره بقى. ايه العبره؟ قال لك تعالى اذا المطر نزل على جبل انتظر كده بعد 5 ايام، تقوم تلاقي الجبل كله ايه؟ اخضر. معنى اخضر يعني ايه؟ يعني انه كانت فيه بذور عايزه بس الميه. وما دام فيه بذور عايزه الميه، طب ايه اللي جاب البذور دي بقى؟ لا جبل ولا في شيء. قام قال لك الرياح. بعد ما الذكوره تنضج في اي حاجه وتفتك الحبه كده وبتاع، الرياح ايه؟ تفضل مطمورة في المكان إلى أن يأتي لها الجو والبيئة المناسبة. تروح إيه بعد كده؟ إما نزلش مطر تاني تنشف، ونزل مطر تاني أدي السبب في إن في بلاد جبالها مخضرة دائما، وجبال تخضر لما ينزل المطر، ولما يمتنع المطر إيه تبقى تنشف. الله، ومغطية الكون، مغطية الكون. قال لك فيفرض ان الرياح كده جايبه الذكوره كده ورمتها على الجبل من هنا، لو ما فيش رياح بتيجي من الناحيه الثانيه تبقى ناحيه ايه؟ ناحيه فيها قدره وناحيه ما فيهاش قدره. اذا لازم تكون في رياح ولا مش رياح؟ اللي جاي كده واللي جاي كده واللي جاي كده واللي جاي كده عشان ايه؟ عشان ايه؟ تعوم. وارسلنا الرياح على واقع فأنزلنا من السماء ماء. أهو تبين أن الماء برضو فيه تلقيح، في ذكورة وفي إيه؟ في أنوثة. فأسقيناكم، أسقيناكم الماء يعني فيه أسقاه وفيه سقاه. وقالوا أسقاه يعني أعد له ما يسقى، لكن سقاه بالفعل الدلو إيه؟ دلوش. فأسقيناكم وما انتم له بخازنين. يبقى انتم ما تقدروش تخزنوا لانكم حتى ما تبقوش مامونين على ربنا. قول طيب يا اخي، ما احنا بنعمل دلوقتي خزانات، بنعمل ايه؟ ونخزن الايه؟ ونخزن المي. طب خزنتها منين بقى؟ ان شاء الله مما خزنه ربكم. اوعى تقول انا خزنت بقى، ما هو انت خزنتها منين؟ لذلك اللي قال لما بنى سد كده وبتاع وحيجي مع الماء، قال سترون زروعكم امطرت السماء ام لم تمطر. نقول له ده غباء علمي، ده مش دين، ده علم غبش. لان انت عامل السد علشان ايه؟ ده علشان تحجز ماء المطر، فاذا لم تمطر هتحجز ايه؟ ايه اللي هتحجزه؟ نعم. وارسلنا الرياح لواقع فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. ولو عرفت بقى العملية اللي علشان ينزل لي بقى من السماء مية عشان نشرب منها ونروي النبات وبتاع، وعجلية ده عملية تقطير في أجزخانة عشان نقطر كوباية مية، إشكال. وعايزة إيه؟ عايزة بقى موقد، وعايزة وعاء نحط فيه المية،
وعايزة أنابيب طويلة تمشي بيمشي فيها البخار، وعايزة تكسيفات مية باردة، وعايزة استكباء، شغلانة علشان تعمل. فما بالك شوف بقى العملية اللي بتحصل كده وانت ايه لا تدري بها، لا تدري بها. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بإيه بخازنين. طيب هو ادانا أسباب الحياة، الأخوة والمن والواوة إلى آخر كل دي، هل بعدين نملي إحنا مالكينكم بقى نحيي ونميت؟ مش ادناكم بقى رزق عشان تقلدوا ولا بتاع، لا، إنا نحن نحيي ونميت. كلمة نحيي ونميت في ظاهر الأمر إننا كن إننا نميت ونحيي، لأن هو بيخاطبنا احنا احياء. هم نقول لا اصل هو ينظر الى الموت الاول اللي هو العدم المحض، اللي هو قال ربنا امتنا ايه اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا كنتم امواتا ايه احييناكم ثم ايه نميتكم إيه؟ ثم يحييكم ثم اليه ترجعون. يبقى اذا الكلام في تفسير الموت، ما هو الموت؟ اهو العدم المحض ام العدم بعد وجود؟ فإن كان العدم الواحد يبقى قبل ما نخلق كنا أموات، وبعدين ربنا أوجدنا بقينا أحياء، وبعدين يموتني، وبعدين إيه؟ وبعدين إيه؟ يبعثني. وإن لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. إيش الوارثون دي؟ ده الوارثون دي تدل على إن في تركة، تركة كبيرة قوي. قال لك ما هو اللي خلقها الاول فبترجع له تاني. ولا تظن انك انت انقصت شيء في الكون. ليه؟ قال لك لانك لو نظرت الى مقومات الحياة من هواء ومن ماء ومن طعام اللي هو بيطلع من الارض، لوجدت الكميات اللي موجودة هي لا تزيد ولا تنقص. ازاي؟ قال لك المية مثلا، الواحد لو قدر انه شرب في حياته 1000 طن مية، نقوم نقول له انت ما شلتهمش في بدنك، انت كل يوم تنزل في البول وفي الغائط وفي الافرازات اللي بتطلع دي وفي العرق ومش عارف ايه وبتاع، انت توزن المية اللي باقيه يمين في جسمك اللي هي تطلع 90% من وزنك مثلا كده، والباقي اللي انت شربته ده كله راح فين؟ طب ما هو طلع، طب طلع راح فين؟ اتبخر، اتبخر راح فين؟ طلع ياخد دورته بقى، طلع ياخد ايه؟ اذا فكمية الماء اللي انخلقت من اول الخلق هي. ولذلك اقرأ قول الحق سبحانه وتعالى، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذاريات ذروة. الرياح فالحاملات وقرا اللي هو السحاب، فالجاريات يسرا هتجري كده تودي، فالمقسمات ايه امر، مقسمات امر تعمل ايه؟ تدي شويه مطر هنا وشويه مطر هنا وشويه مطر. قال لهم انما توعدون لواقع. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وانا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. الحياة والموت أمران يعتوران الكائن، ولا تظن إن الموت والحياة بس خاصة بنا كده يا بنا، إحنا ما ندركهاش إلا في، وإنما كل شيء تنتهي مدة أجله في الحياة يبقى اسمه إيه؟ مات. وكل شيء تبدأ له مهمة في الحياة يبقوا، بدليل أن الحق سبحانه وتعالى قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كل شيء هالك إلا وجهه. كل شيء الله، إذا كل ما يطلق عليه أنه شيء يبقى هيحصل له إيه؟ هلاك. الله، طب ما دام هيحصل له هلاك يبقى كان إيه؟ كان حي. طب وين اللي قال لك ان الهلاك مقابل الحياة؟ قال لك برضو القرآن،
قال ايه؟ ليهلك من هلك عن بينة ويحيا. يبقى الهلاك هو ايه؟ ضد ايه؟ ضد الحياة. يبقى كل شيء هالك يعني كان حيا فهلك. يبقى زي ما احنا بنقول الجماد هيبقى هالك، يبقى كان له حياة. نقول له يا اخي له حياة ليه؟ قال لك ما هي الحياة؟ الحياة حركة تناسب الحي في مهمته. احنا مش بنشوف حجر كان يبقى لونه كذا وبعد مضي كذا يتغير لونه يبقى كذا، وده يطلع جرانيت وده يطلع مرمر وده يطلع مش عارف ايه وده. التغير ده معناه ايه؟ ان في حركة في ذاته. لو ما كانش في حركة في ذاته كل حاجة تفضل ايه؟ تفضل موجودة. يبقى اذا نحيي ونموت خدها على ايه؟ على اوسع ايه؟ معانيها. وخذ الوارثون ايضا على ايه؟ على اوسع معانيها. طب الوارث اللي نعرفه ايه؟ اللي بنورث اللي مات. اهو ربنا هيورث اللي ايه؟ كل اللي كنا بنورثه ده. انا نحن نرث الارض ايه؟ الله ومن عليها. يبقى شوف الميراث بتاع ربنا ايه؟ ورث المتروك والتارك ايضا. ورث المتروك ايه؟ والمسألة طبيعية. ليه؟ لان انتم انا ما اعتبرش ودة بتاعتي. هي اصلها ايه؟ انا خلقك وخلق ليه؟ خلصت المسألة، خدت الحاجة بتاعتي. لكن الوارث في الدنيا بياخد اللي من عمل مين؟ ولا بيورث التارك. انما يرث الايه؟ المتروك، ويشوف الحكيم ويبعد التارك ويدفنه في الارض ويدمدم عليه. الله، شوف بقى الفرق بقى. هو ايه؟ هو الوارث من البشر يرث الايه؟ المتروك من البشر، انما ما يورث اللي ورثه، بل ياخده ويدفنه بقى ولذلك الناس اللي عز عليهم ان يموت لهم ميت ويقول لك لا مش عارف ايه ويمسكوه، مش عايزين الكاشه ما تطلع ابدا. طب سيبوه فيهم اسبوع ولا حاجه، ما طاقوهش ساعتين وهم يبوسوا في ايد الناس ويقولوا تعالوا شيلوه ودوه. تبقى انت ورثت مين؟ انت ورثت المتروك. انما التارك، انما هو قال انا ورثت داودي، بل اللي كان تارك ده هيبقى في حياه عندي ارغب مما كان فيها. ليه؟ لانه هياكل بقى ويشرب ويتمتع بدون تعب. كل ما تمر عليه حاجه بذهنه كده تلتفت يلاقيها ايه؟ يبقى والله نعم الوارد. وانا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون، ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. المستقدم اللي تقدم، والمستأخر اللي لسه. السابقين لنا ميلادا وموتا دول اسمهم ايه؟ قبلنا. واللي جايين يبقى هو علم المستقدم والايه؟ والموجود الان سيصير اما مستقدما وقد كان مستأخرا. يبقى معلوم مرتين، وقد علمنا المستقدمين منكم يعني اللي سبقوكم، والمستأخرين اللي هيجوا ايه؟ طب وانتم؟ انتم الاثنين فيكم. سأعلمكم مستقدمين بعد ما تموتوا، لأنني علمتكم مستأخرين قبل أن توجدوا. الله 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 الله. ولقد علمنا. والعلم ده فايدته ايه؟ أم قال لك ده العلم دي معناه ان ما تفتكروش ان كنتوا خدتوا الحياة وانفلتوا بها والأرزاق وانفلتوا بها. طب ما لو ما كانش العلم ده هيترتب عليه شيء تاني، يبقى ملوش قيمة. ده أصله هيترتب عليه جزاء. هيترتب عليه ايه؟ هيترتب عليه جزاء. طب المستخدم يا ترى اللي ولد قبلنا ومات واللي هيجي بعدنا؟ ادي رأي. رأي آخر يقول أن المستخدم هو الذي حين ينادى بالله أكبر للصلاة يتهجم على طول. ساعة ما ينادى الله الله أكبر يروح مستخدم، والتاني برضه هيروح، إنما يعني إيه؟ متأخر شوية. يعني السابق إلى إجابة الله واللي متأخر شوية إلى إجابة مين؟ لكن كل شيء محسوب. أما قال لك إيوه، لأن لو رنت في ودنك كلمة الله أكبر دي كانت تقول لك الله أكبر عن كل ما يشغلك عن نداء ربك. أوعى تقول الوقت، أوعى تقول العمل، أوعى تقول مش عارف إيه، أوعى.
ساعة ما تعمل كده على طول يبقى ما. ولذلك احنا قلنا زمان ان من اعجازات التسمية ان شعار الاذان الله ايه، مع ان الاسم للاسماء كبير ولا اكبر؟ كبير كبير، انما جعل الشعار اكبر عشان برضه يخلينا نحترم الدنيا، ما تهنش الدنيا او لان هي اللي هتوصلك للخير كله. ولذلك قلنا الدنيا اهم من ان تنسى، ولكنها اتفه من ان تكون غاية. ما يتقاش غاية، انما هي اهم من ان تنسى. فربنا قال ايه؟ الله صحيح الدنيا كبيرة، ليه؟ لانك بتضرب في الارض وهتاخد قوت، والقوت يعينك على العبادة، والقوت يعينك على مش عارف ايه. طيب كويس، فما بنحتقرش عمل الدنيا، بس ساعة ما ينادى لله الله ايه؟ الله ايه؟ اكبر. طيب هذا المستخدم للصلاة. وبعضهم قال لك لا، الآية قد تكون فيها ملاحظ شتى، معنى عام يشمل كل الزمن، وقد تكون جاءت في معنى خاص وجزئية خاصة لها سبب، انما تيجي عمومية الموضوع تاخدها ازاي. بقول لك من كان ينادى للصلاة طبعا نحن نعلم ان ترتيب صفوف الصلاة ان الرجال الاول ايه، وبعدين ايه الاطفال الغلمان، وبعدين مين؟ النساء السيدات. تقوم كان بقول لك كان يعني ناس يحبوا يستقدموا في الصفوف عشان ولا عينهم تيجي على ظل المرأة ولا سواجها ولا طبعا. وناس بقى يعني عندهم لسه شويه كده يحب يتاخر برضه يتمحك يعني كده. فربنا قال ولقد علمنا المستقدمين منكم، قد علمنا المستاخرين، ما حدش هيفوت علينا حاجه. يعني ما تفتكرش انك انت عط ايه هتفوت. او المستقدمين الينا والمستاخرين عن لقائنا. طب والمستقدم ده بايده انه يستخدم ولا ما يستخدمش؟ ام قال لك لا، صحيح اللي بيموت حتى انفه ملوش انه يستخدم ولا بتاع، ما مش بتاع شغلته، انما الذي يقدم نفسه للحرب وبعد ذلك يصبح شهيدا يبقى استخدم. استخدم هو في ظاهر الامر انه كره الحياة، لا ده بيحبها الحياة اكتر، بيحب الايه الحياة ايه. والمستأخر يعني يتأخر شوية، يعني ما يبقاش الا مضطر. يبقى اذا الاية ايه شمل اشياء ايه. والشاعر قال ايه؟ الحق سبحانه وتعالى بده يقول ان الموت هيجي هيجي. ولذلك قال الشاعر الا اي هذا الزاجري احضر الورى، يا من تزجرني عن شهادة الحرب وان اشهد اللذات. يعني اسيب الحرب واروح لمين؟ للذات. هل انت مخلدي؟ طب مين هنطحنه؟ فإن كنت لا تستطيع دفع منيتي فدعني أبادرها بما ملكت يدي. أروح لها أنا. هذا المستخدم بقى. ليه؟ أم قال لك لأن المستخدم ده بيدي دليل إيمان يقيني. لأن الناس اللي يشوفوه كده ساب الدنيا وساب متاحة ومش عارف إيه وراح عشان يموت نفسه، يقول لك يا سلام ده المسألة واضحة بذهنه قوي. مسألة مش عايزة. ولذلك هو الصحابي اللي كان بيلوك التمرة قال له يا رسول الله أليس بيني وبين الجنة إلا أن أدخل والجماعة دول فيقتلون قتلهم ويقتلوني؟ قال له طب وأنا هأجل ليه الحكاية دي لحد ما أمضغ التمرة؟ ها وراح رميها. يبقى استعجل ولا لا؟ استخدم. يبقى إيه؟ سيدنا أبو بكر على جلالته ومعرفته أنه أنس للرسول يقول له ادعي لي يا رسول الله أستشهد. يوم النبي متعنا بنفسك يا ابا بكر. كم لسه شويه لسه ايه شويه. يبقى المستخدم هو من ايه استخدم للايه للحرب، والمستاخر هو اللي اخر. وان كان الحق سبحانه وتعالى يقول اياك تفهمه ان المستاخر ده يعني لا ده هيعمل حاجات تانية، هيعمل حاجات ايه، لان الايمان عايز حاجتين، عايز ناس يصلوه وعايز ناس يدللوا على انه اعز من الحياة. فالشهداء يدللون على انه اعز من الايه من الحياة. والناس اللي ما راحوش في الشهادة يحملوا منهجه الى مين؟ الى الناس.
ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. وإن ربك هو يحشرهم، ربك بالإضافة للرسول رب، قال لك لأن الرب هو المتولي التربية، والمتولي التربية معناه أن يتعهد المربي المربى إلى أن إيه يبلغ الكمال. فبقول إن ربك هو يحشرهم، أنا اللي متولي رعايتك ومتولي تربيتك، ما يسيبش الجماعة اللي وقفوا وخصموك وعندوك وهنوك وأزوك. يبقى دي من ضمن الايه الرعاية، انك انت تراعي واحد، انما تيجي لخصم وتقف امامه، هذه رعاية كبيرة دي. ان ربك هو يحشرهم، مع ان كلمة هو يحشرهم كفاية. ليه؟ لان ضمير الفصل ده عشان يأكد، واحنا قلنا لا يؤكد الا اذا كان شيء مشكوك فيه او منكر. ولذلك قلنا لما جه يتكلم ثم انكم يوم القيامه ايه تبعثون، انكم بعد ذلك لميتون، ثم انكم يوم القيامه ايه، ما قالش لا تبعثون، ما قالش لا تبعثون. ليه؟ مع ان الشك في ايه، ده الشك في البعث، انما حد بيشك في الموت. قال لك لانهم لما غفلوا عن الاعداد للموت كأنهم شاكون فيه، فخاطبهم خطاب الشاك. خلاص. ولما بالغوا في إنكار البعث وهو أمر قامت عليه الأدلة، قال دي مسألة ما يصحش تنكر، ولذلك هتطلق لكم كده من غير تأكيد. في سيدنا إبراهيم حينما قال لقومه على الأصنام والبتاع، فإنهم عدو لي. إنهم جمع وعدو مفرد. طب مش إنهم أعداء يعني؟ إنهم عدو، لا، كأنهم أعداء وعلى قلب رجل واحد، كأنهم إيه؟ إلا رب العالمين الذي إيه؟ خلقني فهو يهدي. ما قالش الذي هو خلقني، ما اكدش الخلق ليه ابدا، لان دي ما حدش ادعاها ابدا، انما يهدين كل واحد بيدعي ان نظامه هو اللي بيهدي الناس وبيعمل لهم المصلحه ويعمل لهم، فقال هو لا، هو يهدي. والذي هي هو يطعمني. طب ما يقول والذي يطعمني ويسقيني، وهو ليه؟ أم قال لك ليه؟ لأن الرزق له وسائط ووسائل، أبو الأولاد بيجيب لهم الأكل، والسيد بيجيب للعبد وبتاع. قال لك قال لا، ده عايز أتأكد أحسن تفتكر من السبب اللي هو جاي لك، وإلا إن كان هو اللي جاي لك تبقى إيه، يجيب لك من عنده بقى، يجيب لك من عنده. الله. وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم، يعني يجري الأمور كلها بحكمة على قدر موزون، وعليم لأن الحكمة تتطلب العلم، العلم هو اللي يديني زوايا الحياة كلها، والحكمة اللي تخليني أخذ كل زاوية في إيه؟ في مكانها. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. تكلم عن الإنسان الذي خلق له الكون بعد أن تكلم عما أعده الله له من خلق الكون، وتجد الصورة في الإعداد للمخلوق الجديد اللي هو الخليفة اللي بيقول عليه ده خلقه من صلصال، المباشر له خلق ما يوجد له من قوت الدنيا واستبقاء الحياة ومش عارف ايه، والارض ومددناها والقينا فيها رواسي وفيها من كل شيء موزون، وسور الرياح بتجيب السحاب والميه وكل دي وقيمات. انما اخد بالك انه قبل كده استهل الصوره بايه؟ تلك ايات الكتاب وقران مبين، ويتكلم عن القران. يبقى اتكلم عن القران هو حارس القيم لحركه الانسان في الارض، ثم تكلم عن الماده اللي هي الحياه. يبقى احنا عندنا ايه؟ مقومات الاثنين، المقوم الاساسي ايه؟ القيم، والثاني مقوم الماده. ف
فاتكلم عن مقاوم القيم الاول. ليه؟ قام قالك لانه مدام انسان فيها وحيخلقه خليفة مهم، قبل ما يخلقه لازم يديله النظام اللي يعيش به ويسعده، ولا هو يخلقه وبعدين نقول نجيب له نظام؟ لا، قبل ما يخلقه يديله زي ما قلنا اللي عمل الغسالة واللي عمل البوتاجاز واللي عمل التلفزيون، هل هو عمل اي آلة كده وبعدين قال شوفوها تنفع لايه؟ لا، ده هو قبل ما يعمل الآلة قال دي كذا تهلا كذا وتعمل كذا وتعمل كذا وتعمل كذا وتعمل كذا. يبقى مين اللي حدد مهمتها؟ اللي صنعها. فكذلك الانسان ما دام عايزينه خليفه يبقى عايز حاجتين اتنين، مقومات ماده ومقومات قيم، يقوم لازم يجهزهم له الاول. طب يجهز له الاول ليه؟ ام قال لك لان مقومات القيم ستمد حياته الى حياه لا تنتهي، ومقومات الماده هتدي له بس بدائيا وبعدين تلظيه في الثاني. يبقى المقوم الاساسي ايه؟ القيم. هنا اذا قرات سوره الرحمن، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القران خلق الانسان علمه البيان. الله، اذا القران دي والمنهج قبل ما خلق الانسان عمل له المنهج اللي يعيش عليه، وبعدين يخلق ايه؟ وبعدين يخلق الانسان وبعدين نعلمه بقى. يبقى اذا اللي بيعمل صنع يعمل فعل يعمل مهمتها الاول، وما يجعلها تؤدي مهمتها. فكذلك الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان. يبقى قبل ما يعمل دي يعمل ايه؟ يعمل هنا الصورة عملت كده، اتكلم عن الكتاب وانه محفوظ وانه كذا وانه 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 وانه، وبعدين تكلم عن مين؟ عن الارض ومددناها وبتاع. تكلم عن ايه؟ منهج القيم قبل ان يتكلم عن منهج الايه؟ المادة. بعد ما اتكلم عن الاثنين ابتدى يتكلم عن الخليفة بقى. ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون، والجان خلقناه من قبل من نار السموم. إذن اللقطة دي تديني على أن آدم ليس هو أول من عمل الأرض، خلقناه من قبل. يبقى فيه خلق قبل آدم ولا لا؟ يبقى إذا حدثنا بقى زي ما علماء الجيولوجيا بيقولك ده فيه مش عارف حيوانات وحفريات تدل على أن في حاجة لها مش عارف 50,000 قرن ومش عارف إيه. واحد يقول بقى من ادم لحد، يقول له من قال ان ادم اول من عمل الارض؟ ادم مش اول من عمل الارض، ده ربنا بس ادانا من الجنسين المكلفين عندنا، والجنه خلقناه من قبل. يبقى فيه ايه؟ فيه قبليه. يقول لك ايه؟ ان يشاء يذهبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. يبقى يعني المساله يعني ورده ولا مش ورده؟ هنا خلق ادم واخد لقطات متعددة في القرآن، واللقطات المتعددة دي تؤدي في مجموعها الى القصة، بس كل لقطة بتبين ايه؟ بتبين حاجة في القصة. وليه تكرارها؟ قال لك ككل تكرار في القرآن. ليه؟ ام قال لك لان القرآن جاي منهج، ومنهج عايز يرسي قيم في النفس الانسانية، فلازم ايه؟ يربي له المهابة في النفس بانه كل ما ايه؟ يتكلم. الانسان بقى تناولته هذه المسألة في سور متعددة، في سورة مثلا البقرة، في سورة مثلا الاعراف، في سورة مثلا الحج، في سورة الاسراء، في سورة الكهف، في سورة مثلا صاد. كويس كده؟ كل دي تعرضت له، وكل لقطة فيها تؤدي الى ايه؟ الى لقطة. اول لقطة فيها طبعا احنا كنا قرأناها في سورة الايه؟ البقرة. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قبل ما يخلق آدم قال للملائكة واذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خليفة.
قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. هو بيخبر لسه ما حصلش، هيجي في آية تانية إذ قلنا الملائكة يسجدوا إيه لآدم، يبقى فيه آية إعداد للأمر قبل أن ينزل وآية لمين؟ في ساعة نزل. مباشرة الأحداث قد تفاجئ الإنسان، فلما يكون فيه أنس بأن حدثا سيحدث يبقى ده إلف للنفس به. ولذلك قلنا أن الجماعة اللي هم يريدون أن يتورقوا على القرآن يعني يعترضوا عليه يقول لك اهو آية مثلا واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه، وبعدين يجي تاني يكرر ويقول اوحينا الى امك ايه ما يوحى، يقول له برضو لو انت واخد القرآن ملكة كنت تفهم. طب هو قال في الآية الاولى ايه؟ اوحينا الى ام موسى ان ارضعيه، طب ارضعيه دلوقتي خلاص. وبعدين قال فاذا خفت عليه، يبقى إعداد للأمر قبل أن يقع، لأن إذا تدل على أن الفعل لسه ما جاش. تبقى قال لها أنت خفت عليه اعملي كذا واعملي كذا واعملي كذا واعملي كذا واعملي كذا. طب ساعة ما جه فترة الخبة واللي هياخدوه، قال إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل. ده وقت العملية بقى، يعني كأنه يقول لها الكلام اللي أنا قلت لك زمان بشري. ولذلك تجد في الآية الأولى رتابة، أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، كلام كده. إنما الثانية أوامر، إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه بالتابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل. دي ساعة الإيه؟ يعني بيقول لها الكلام اللي أنا قلته لك زمان. يبقى كذلك هنا إخبار بخلق آدم شيء، وبعد ذلك وساعة الخلق والسجود وهو إلى آخر ده شيء إيه؟ شيء آخر. هنا بقى هنلاحظ إن مدارات الخلاف، إن الحق سبحانه وتعالى لما قال للملائكة اسجدوا لآدم اسجدوا لآدم، طب السجود للآمر ولا للمأمور؟ لا، السجود لله. امال لي دي ليه؟ يعني مش ساجدين لان ادم عمل لهم شيء؟ لا، ده السجود لادم تنفيذ امر لله امر به الملائكه الذين كلفهم الحق برعايه وتدبير هذا الخليفه الجديد. كانه بيقول لهم ايه؟ اهو ده اللي انتوا هتكونوا في خدمته. الناس الملائكه اللي مش في خدمته ما لهمش دعوه بالحكايه دي. زي ما يجي مثلا الراجل يجيب الست بتاعته كان متجوز من بره كده ويدخل بقى الى خدم القصر يقول ست سيدة المنزل، يبقى معناها بيقول كده ليه؟ عشان هم دول اللي هيبقوا في ايه؟ في خدمته. وما دام الخدمه بتاعته منهم ايه؟ منهم حفظه ومنهم كذا ومنهم كذا ومنهم المدبره، كل دول هيبقوا في خدمته، يبقى اللي في خدمته هو اللي مين؟ هو اللي يشهد تكريم الله له على الاول. طب واللي مش في خدمته؟ قال لك مالهمش دعوه بالحكايه دي، مالهمش دعوه. ولذلك في ناس مش ملائكه ما تدراش بحكايه ادم دي خالص، المهيمون في الله اللي ما عندهمش الا مين بس ربنا ولا بالو حاجه. ولذلك هيقول بقى في لقطه الابليس استكبرت ام كنت من العالين، ام كنت من الايه العالين، يعني الملائكه اللي ما شملهمش الامر اللي ما لهمش علاقه بالموضوع ده، يعني قول لي انت ايه الحكايه بتاعتك. طيب يبقى اذا الملائكه الذين سجدوا سجدوا لادم لا تعظيما منهم له ولكن تنفيذا لامر الذي خلقهم وخلقه ايذانا بانكم ستكونون في خدمه هذا الايه في هذا الانسان. طيب ما نقول فسجد الملائكه او الفسجدوا الا ابليس ما يجيبش حتى ربك فسجدوا ما جابش الملائكه دي. يعني اللي انا امرتهم سجدوا يعني الملائكه، ومره يقول سجد الملائكه ومره يقول فسجد الملائكه كلهم ايه اجمعون. مساله ادي يعني تعبيرات لشيء ايه لشيء واحد.
تقول له التعبيرات انما تنقد لشيء واحد ان لم تكن جهة كل تعبير منفكة بان لها ناحية. فسجد الملائكة اللي هو الجنس العالي يعني اللي هو اللي اعلى منك انت والا وان كان في اعلى منك. طيب وكلهم ده لشمول الافراد. كل عشان تشمل مين؟ الافراد. قال لك اجمعون. ام قال لك لان يمكن كلهم يسجدهم انما ده سجد الاول وده الثاني وده مش عارف الايه بتاع ده اجمعون يعني حركة واحدة. حركة ايه واحدة ليه؟ لانهم لا اختيار لهم في تنفيذ ما يؤمرون به. انما لما نقول للناس يمكن واحد ينصاع للامر والثاني يستنى شوية ويتمكن. فهو له اختيار. انما قال ايه؟ فسجد الملائكة كلهم اجمعون. الصورة ايه؟ الصورة كاملة. طيب ادي واحدة. بعدين لما جه يستثني استثنى ابليس. هنا الوقفة بقى. الامر للملائكة واستثني ابليس من السجود. وليته استثني فقط ولكنه استثني وعوقب على الامتناع. يبقى كأن الامر قد شمله. ولو لم يكن الامر قد شمله ما كانش لا يقول الا ابليس. وان كان هيقول الا ابليس ما يعاقبوش. هذه مسألة اخذت جدل طويل بين العلماء. وكان من الواجب ان الجدل ده يحكمه امرين. الامر الاول ان النص نص سيد الاحكام. شيء فيه نص يبقى ده الحكم الثابت. وشيء لا نص فيه ولكنك تأخذه بالقياس والالتزام يبقى ده مرتبة تانية. فإذا تعارض نص مع التزام يبقى لازم تقول النص هو اللي ايه وتؤول الالتزام إلى ما يقول إلى مين؟ إلى النص. وإلى لقاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وقلنا إن قصة آدم تكرر نزولها في القرآن تكرارا يؤكد لقطات متعددة تجتمع القصة كلها منها فليس فيها تكرار. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى أخبر الملائكة بالخلق قبل أن يباشره وبعد ذلك باشره وطلب السجود من الملائكة لآدم. وقلنا علة ذلك. وقلنا إن إبليس استثني من السجود امتناعا وإباء واستكبارا وعوقب على هذا. يبقى إذن فهمنا أن الذي يعاقب على مخالفة أمر لا بد ان يتحقق اولا انه مكلف به. والله كلف الملائكه. اذا ما دام عوقب ابليس على انه لم يسجد والامر كان للملائكه يبقى ابليس من مين؟ انما دي بالالتزام. انما اذا جئنا لايه اخرى تعارض ذلك بنص صريح. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. يبقى المسألة انتهيت ولا لا؟ يبقى النص حكم بأنه ليس من الملائكة بل هو من مين؟ والجن جنس مختار كالإنس. يمكن أن يطيع وممكن أن هو يعصي. طب وإيه بقى اللي خلى الجن الله كونه أخذ على أنه لم يسجد يدل على أنه كان في حضرة الملائكة. وما دام كان في حضرة الملائكة نقول ليه اشمعنى ده كان في حضرة الملائكة مع أنه من جنس آخر؟ قال لك لأن الملائكة عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. اذا فالطاعة فيهم جبلية
ولكن الجنس والإنس مختارين، الإنس والجن مختارين، يسمعون التكليف والله أعطاهم الاختيار الذي خلقه فيهم، فإن شاءوا أطاعوا وإن شاءوا فإذا كان إبليس قد ارتفع إلى منزلة أن يكون مع الملائكة، يبقى ما الذي تستنتجه أنت من هذا؟ يبقى لابد أنه التزم وهو مختار ما التزم به الملائكة وهم غير مختارين. يبقى صح أن يكون إيه في صفوفهم، بل قالوا إنهم كانوا يسموه طاووس الملائكة، والطاووس ده الحيوان اللي يقعد إلى يقتال بشكله ما بين الإيه الحيوان. طب بيختل ليه؟ يقول انا قدرت على نفسي مع اني مختار في الاختيار بين البدائل، وحملت نفسي على منهج ربي كما حملتم انتم انفسكم على منهج ربكم. يعني غرض يقول انا ولا انتم، اللي الزم نفسه بان يفعل ما يفعله الملائكة بانه يكون ايه اوامر ربنا ماشي عليه مع انه مختار. لك يبقى اذا ده مجلسه مع الملائكة كان مجلس تكريم لانه استوى مع الاطهار، مع انه صالح بانه ما يكونش كده. قال لك طيب اذا نعتبره بذلك مساوي، نعتبره اعلى لانه معه اختيار ومع ذلك الغاء، نعتبره يا شيخ ادنى منهم برضو بس جن ولو كنت زي الملائكة، هتعتبره اي واحد من دول؟ ما هو ما فيش خيار. هو ألزم نفسه بمنهج الله مع أنه مختار في أن يخالف. نقول بقى زي الملائكة، أدي واحد. واحد يقول لا ده مش زي ده، يبقى أحسن. ليه؟ قال لك لأن دول مش مختارين وده مختار. يبقى الأدي الأعلى. طب ما هو جن برضه يبقى الأدي. إن عملته أكثر ولا مساوي ولا أدنى، نشوف الحكم يبقى إيه. إذا كان هناك أعلى في الطاعة ثم صدر امر للادنى منه، يبقى الاعلى يلتزم ولا ما يلتزمش؟ يا ابو الفضل انما الالتزام ايه؟ بالنص ولا كده بالالتزام؟ طب ان كان زيهم يبقى برضه طب ان كان لسه على جنيته التي هي دون ايه؟ دون الملائكه. نقول له يا شيخ ولله المثل الاعلى، احنا هنضرب مثل، هات ان مثلا الوزير جه وقال لهم ده رئيس الوزراء هيجي يزور الديوان بتاعكم دولي، ها؟ فإذا دخل يا مدراء عمومين لازم تكتبوا له كده وتحجبوا مش عارف ايه، ما هو جايب وناس تانيين كانوا موجودين مش مدراء عموميين، ثم دخل رئيس الوزراء مفاجئ فقاموا يحيوه. يبقى اللي أدنى يقف من باب أولى ولا ما يقفش؟ يبقى يقف من باب أولى. يبقى إذا سواء كان ده ولا ده كان لازم ايه؟ من بالعلو وإن بالمساواة وإن بالدنو كان لازم يعمل إيه؟ لكن هو ما رضيش. طب ما رضيش، مش هو جن ومختار؟ أم قال لك يا ريته ما عملش بس، ده علل عدم العمل. فلما ربنا حب يعرض المسألة دي إلا إبليس، مرة يقول أبى في آية، ومرة يقول استكبر في آية، ومرة يقول أبى واستكبر، ومرة ما يقولش لا أبى ولا استكبر، يقول ما كان ما يصحش أن أنا أسجد لله. إذا ففيه إباء، وفيه إباء منفرد واستكبار، وفي جمع بين الإيه؟ الباء والإيه؟ الاستكبار. إيه الفرق بين الاثنين؟ أم قال لك ما تفسرش الإباء أنه هو استكبار، لازم الإباء له معنى والاستكبار له معنى، لأن واحد قد يأبى أن يصنع الشيء إنما بدون تعالي. خلاص؟ وواحد يستكبر. يبقى اللي استكبر ده معناه التأبي بالكيفية. الإباء امتناع عن الفعل، الاستكبار إيه؟ كيفية الإباء، كيفية الإباء. فمرة يجيبها أبا، ومرة يجيبها استكبرة، ومرة يجيبها أبا وإيه؟ أبا واستكبر. لو أبا أو استكبر أليس مختارا؟ طب مختار،
ما دام مختار، المختار ده مش يصح يساوي ويعصي؟ طيب هو عصي، مش كان بقى اللي يبقى ذنب بقى يؤجل بقى يبقى ايه؟ قال لك لا، ده العقوبه مش على كده، ده العقوبه على تعليل الاباء والاستكبار. قال له لم اكن لاسجد لبشر خلقته من طين. وهيقول في الثانيه انني مخلوق من النار وانت مخلوق من الايه، وادم مخلوق من الايه؟ من الطين، وانا خير منه. الله، اذا الامتناع امتناع معلل، امتناع معلل، كانه فاهم ان عنصر المخلوقيه اللي وعين خلق منها هو ده اللي بيدي للواحد قيمه. نقول له لا يا سيدي، ده القيمه جايه مش من ناحيه نفاسه العنصر، لا، ده من اراده المعنصر. يجيب لك من الادنى ويخليه اعلى، ما احنا بنقول في عرفنا يا سلام ده فلان ده يعمل في الفسيخ شرحات. الله، يبقى اذا المساله مش جنس، مش ايه؟ مش جنس، لا، ده المساله اراده الله ان يكون هكذا. يبقى كل طين، ثم من قال لك ان الطين النار احسن منه؟ من قال؟ لا يقال في شيء احسن من شيء الا اذا استوت المصلحه فيهما. وده له جهه وده له ايه؟ وله جهه. ما تقولش ابدا، ما تقولش دي ابدا. تيجي تقول لك مثلا المايه البارده ولا المايه السخنه؟ نقول لا، دي لها مهمه ودي لها ايه؟ دي لها مهمه. لا يقال في شيء احسن الا اذا اتحدت الايه؟ الطين له مهمه والاه له مهمه. فاذا كل واحد في مهمته، ولذلك احنا قلنا في توزيع فضائل الخلق على الخلق ما تقولش ده احسن من ده، لان ما دام دي حاجه محتاجين لها خلاص يبقى هي قد بعضها تمام. اللي عمال بيعمل طلب الذهب واللي عمال في المعجنه يعمل الطين، الاثنين عايزين، ما نقولش دي احسن ولا ما ده ما احسنش، ما دام الامر محتاج لمين؟ محتاج لي ده ولي، يبقى ما فيش احسن. يبقى كلمه انا حر منه خلقتني مش عارف نار وخلقتها من طين، يبقى برضه كلمه. ثم الخيريه التي ذهبت اليها ما دامت هبه من المعنصر، والمعنصر قال لك اسكت ليه؟ يبقى لابد ان ايه، هو يبقى فيها خير منك. طب ليه بقى؟ طب الملائكه قلنا الان دول هيبقوا في خدمته، هيبقوا في مين؟ كان الله يريد يا شياطين يا جن كونوا متعاونين على طاعتي وعلى بري. كلكم ويا ايه؟ يبقى مره ابى، مره استكبر، مره ابى وايه؟ استكبر. تيجي لقطه ثانيه، مره يقول من طين طيب، ومره يقول من صلصال كالفريق، ومره يقول من حمأ ايه؟ ومره يقول في العموم والله خلق كل دابه من ماء. هم برضو الناس اللي عمالين يدعبسوا في القرآن يقول لك يا اخويا مرة من مية ومرة من طين ومرة من صلصال ومرة من حمأ مسنون ومرة من تقول له الله، الامر الذي تتعدد مراحله يبقى متناقض ولا متكامل؟ متكامل. طب ما هو اصل الاصل مية إيه؟ وبعدين اتحطت على تراب بقى طين، ولما بقى طين سبناه شوية زي المعجنة ما نسيبها كده يقولوا مطيخ مر، تقوم ايه يبقى يسود كده، يبقى زي الحمى ومسنون ريحته ايه؟ ريحته تتغير، وبعدين ينشف يبقى صلصال، وبعدين حرقناه يبقى فخار. يبقى اذا كلها ايه؟ مراحل لشيء واحد. فان قلت من ماء صح، قلت من تراب خلقكم من تراب، نقول له صح، من طين صح، من صلصال صح. يبقى اذا دي اسمها ايه؟ اسمها مراحل. المراحل دي طب وليه ايه لزوم الحكايه الطويله العريضه دي؟ الحق سبحانه وتعالى يريد ان يعطينا قضيه في خلق الاشياء. قال لك الذي يخبرك عن كيفيه الخلق، الخالق لا المخلوق. اللي خلق هو اللي يقول لك ازاي؟ انما المخلوق هتقول له انت انخلقت ازاي؟ ازاي تيجي بيه؟ ما في الصنعة نقدر احنا نسأل انه لا انت اتعملت ازاي، انما نسأل مين؟ صنع. اذا فلا مصدر لمعرفة خلق الانسان كما لا مصدر لمعرفة خلق السماوات والارض الا ممن خلقهم، هو
هو اللي يقول انا خلقت دي كذا وكذا وكذا. اذا التكاؤنا يقول لك واصل الشمس كانت عرض وبعدين ضاع وانفصلت منها الارض ولعب مش عارف ايه واصل كان السديم واصل مش عارف كان الكلام ده كله. ولذلك الحق فطم هذه المسألة وقال المؤمن بي لا يستمع الى هراء من هذه الهراءات، ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم. يبقى حاجتين اتنين ما شفوهاش، خلاص ما دام ما شفوهاش يبقى العلم التجريبي بتاعهم اللي بيعملوه ده ما يشملهمش ولا يدخلش المعمل. ليه؟ لان من اللي خلقت. وكل يقول وما كنت متخذ المضلين عضدا، دل باعجازات القران على ان قوما سياتون يقولوا السماء انخلقت كذا والشمس انخلقت كذا والقمر انخلق كذا والارض مش عارف فلتت وبردت وكرمشت وما كرمشتش والكلام اللي بيقولوه. كان الله اخبرنا انكم ستستمعون الى لغو ملاحده في كيفيه خلق السماوات والارض وايضا في خلق انفسكم، اصلك اصله قرد مش اصله قرد والكلام اللي بيقولوه. فقال ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وإياكم إن آذنكم تستمع إلى المضلين. معنى مضل هو الذي يدلك على شيء على أنه الحق وهو الباطل. لو لم يقولوا إن السماء خلقت كذا والإنسان أصله كذا كانت مضلين دي في القرآن يبقى لها مدلول، ما يبقى لهاش مدلول. إذن هم أعانوا على إعجازات القرآن، هم نفسهم إيه ساعة ما تسمع تقول يا سلام اه القرآن قال الايه قال الحكاية دي وقال وما كنت متخذ، ويسموهم مضلين. مضلين لانهم يلوون الناس عن الحق الى مين؟ الى الباطل. فيقول انا ما كانوش وياي حتى اقول انهم اخبروكم من ورائي وما كنتم متخذ المضلين اي الذين يخبرونكم بالخلق عبر. اذا الذي يخبر بخلق شيء هو الخالق له او من شهد من خلق. وما دام الكل كده مخلوق يبقى ما حدش شهد، يبقى ليس لنا الا علم من مين؟ من الحق سبحانه وتعالى. والله اراد ان يعلمنا. الحق سبحانه وتعالى من رحمته بخلقه يترك في محسات الحياه وماديتها ما يثبت صدقه في غيبياتها. ياخذ لك من الايه كده دليل على احنا قلنا زمان ان الانسان وهو يقظان له قانون ولما ينام له قانون تاني ولا لا؟ طيب يشوف واحد يقول لك ده لابس احمر لابس ابيض ده لابس مش عارف ايه والكلب بتاعه طلعت حلوه وشوف ده ابيض ده عينك مغمضه. اذا فمرحله النوم دلت على ان في وسيله ادراك للنفس الانسانيه غير العين ووسيله ادراك مزاج غير اللسان. فإذا حدثت بشيء بعد أن تموت تقول لي ما هو صح. إذا كنت أنا لما بنام بتجيلي أشياء في اليقظة ما تتأتاش وبعد ذلك أشوف وأنا عيني مغمضة، يبقى إذا كل شيء له إيه؟ له قانون. فلما يجي بقى في الأشياء الغيبيات دي يقوم الحق سبحانه وتعالى يؤنس المؤمنين به بمحسوسات عشان يقرب اليه المعنى، عشان الشيطان لا يجد منفذا له في ايه؟ في ارتيابهم وفي نشكهم. فقال لك تعالى بقى انا مره قلت من ماء كل ذبه من ماء، ومره قلت لك من تراب، ومره قلت لك من طين، يا اخي بقى شوف لي إيه المسائل دي مترتبه ازاي؟ طب ما هو ميه انخلط عليها تراب بقى ايه؟ طين. ان وقفت عند مرحله اولى تقول ميه، المرحلة اللي بعدها تقول ايه؟ تراب، المرحلة اللي بعدها تقول ايه؟ طين، المرحلة اللي بعدها تقول الطين اتغير وبقى شكله اسود كده، والمرحلة اللي بعدها تقول ده بقى ريحته وحشة، وبعدين بقى نشفته بقى صلصال كده زي اللي بنعمل القلل والبتاع ده، وبعدين بقى فخار، وبعدين نفخت فيه الروح، مش هو قال كده؟ قال فإذا سويته ايه؟ يبقى قال من صلصال ايه؟ إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. يبقى اذا هناخد المراحل كم مرحله؟ ربنا بيقول لنا على امر غيبي نقول له كذا وكذا وكذا. طب رتب المراحل
نهل بس ونقول لك ميه تراب طين حمق مسنون صلصال كالفخار، وبعدين نفخه الروح. ده عمليه البناء، بناء الانسان. قال لك انتوا عندكم قضيه، هذه القضيه انك اذا اردت ان تنقض شيئا نقضته على عكس بنائه. افرض ان احنا هنبني عماره، بنعمل ايه الاول؟ الاساس، وبعدين الدور الاول والدور الثاني والدور الثالث والدور الرابع، فاللي بيجي الاخر وعايزين نهد بقى. الله، اذا نقض كل شيء ياتي على عكس بنائه. طيب الحياه اللي ربنا قال عليها كانت من تراب وميه والى اخره، ونفخت فيها الروح، كان الروح اخر شيء. طب نشوف الموت، ما هو الموت نقد الحياة. الموت جه على أي ترتيب؟ اللي جه الآخر نفخت فيه من روحه يطلع. بعد ما تطلع الروح، الجسم الرخص ده اللي عمال الحيوية يروح مشطب، يقول لك ده شطب بقى صلصالي. هذه المرحلة الثانية. وبعدين يرم بقى يطلع كده، وبعدين يعفن ريحته تطلع، وبعدين شوية المية يطلعهم وشوية التراب يطلع. يبقى جاء الموت على عكس الايه. يبقى اذا الحياة لم نشهدها، ولكن الله اخبرنا بها، ولكن الموت نشهده. فإذا صدق الله فيما نشهد في النقيض 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 النقيض، نبقى نقول له وأنت صادق فيما لم نشهده من غيبيات الحياة. شيء آخر، أن الله يترك لطموحات العقول البشرية ما يؤكد صدقه في الاشياء التي غابت عنه. عشان لما ربنا يديك قضيه حسيه كده، وبعدين يديك قضيه غيبيه، يقول لك ايه؟ طب وانت تكذب دي ليه؟ او تشوف كده، طب ما هي دي زي دي. احنا خلقنا من الايه؟ من الارض، ميه وتراب وبقطين الى اخره. واستبقاء حياتنا واستمداد وقاء الانسان وذاته من الارض. كل حاجة سواء كانت ضروريات حياة او طرف حياة، من مين؟ من الارض. الارض انواع، ارض تعطي لنا القوت، وارض تعطي لنا الوسيلة الى اعطاء القوت، وارض تعطي لنا طرف الحياة. اللي احنا بنكتشفها دلوقتي في الجبال من المعادن النادرة واللي مش عارف وايه وايه وايه، ادت ضرورة في الحياة ولا ادت ايه؟ ادت طرف في الحياة وادت كماليات في الحياة. طب افرض انني عايز احرط الارض، احرطها بايه؟ بمحرات. انا عايز حديد، يبقى اذا في الجبال يطلع لنا شوية حديد كده ويخلينا نعمل منهم ونعمل منهم. طب القوت المباشر بقى اللي بيه استبقاء الحياة، كل دي وسائل. القوت اللي بيه الحياة بيجي منين؟ بيجي من الارض الخصبة اللي احنا بنسميها مخصبة. الارض الخصبة اللي احنا بنسميها بناخد منها الزرع دي، هي اللي بتديني القوت المباشر. لان احنا قلنا في رزق مباشر وفي رزق غير مباشر. المال مثلا هو رزق بس مش مباشر، انا مش هاكل فلوس، انما انا هاكل رغيف عيش. ان قعدت في صحراء ومعاه جبل ذهب ولا له قيمة، رغيف العيش هيبقى أغلى منه. الله، يبقى في رزق مباشر. رزق المباشر ده بيتاخد مين؟ أم قال لك استبقاء الحياة، أم قال لك لازم يكون من جنس المادة اللي أنت اتخلقت منها. فخصوبة الأرض اللي احنا بناخد منها الزرع دي هي نفسها اللي احنا مخلوقين منها. ولذلك العلماء لما جم يحللوا تكوينات الإنسان، قاموا حللوا التكوينات اللي مكونة للإنسان وجدوها 16 عنصر. عناصر الكون كتيرة،
وصلت في جدول مندليف في 113. انما المهم العناصر اللي بتنفعني في الايه؟ في تكوين حياتي، انما هي 16 بس. اولها الاكسجين ده اعلى نسبه، وبعدين الكربون، وبعدين الهيدروجين، وبعدين النيتروجين، وبعدين الفلور، وبعدين الكلور، وبعدين الكبريت، وبعدين الكالسيوم، وبعدين المغنيسيوم، وبعدين البوتاسيوم، وبعدين الصوديوم، وبعدين الفوسفور، وبعدين الحديد، الله، وبعدين المنجنيز، وبعدين السيليكون. كل 16 عنصر دول هم اللي بس بتختلف في النسب. اعلى نسبه الاكسجين، واقل نسبه المنجنيز، والباقي بقى ده 20%، ده 15%، ده 14%، ده 1%، ده 0.5%، ده مش عارف ايه. تكون دي ساعة ما تتكون الاجزاء دي تطلع من قوام الانسان. بس اختلاف مشخصاتنا، ده بقى زايد عنده الكربون شوية، ده زايد عنده الكالسيوم شوية، ده زايد عنده الفوسفور، واحد صحته مش مستقيمة قوي يقول له روح حلل، يقول له ده اللي ناقص عندك مش عارف ايه، يدوله اللي ناقص. الله. اذا فالقوام الحياة المستقيمة 16 عنصر. ده لما حللوها الانسان، لما حللوا التربة المخصبة المنتجة للزروع وجدوها هي بعينها 16 عنصر. فكأن ربنا لما قال لخلقتك من الطين لصدقت يا ربي، لانك اقمت من دنيا الحس ما يدل على الصدق في عالم الايه؟ في عالم الغيب. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، والجان خلقناه من قبل من نار السموم. السموم قلنا اللعب اللي ملوش ايه دخان، وبيسموه سموم لأنه يتلصص في الدخول إلى ايه؟ إلى مسام الإنسان. هنا بقى صحيح العنصر له تأثير في مقومات حياة كل واحد. اللي مخلوق من طين هتبقى عملية في الطينية فيه، واللي مخلوق من نار برضو عملية النارية فيه. الطين إذا قلنا زمان إذا كان الإنسان قاعد في حجرة والحجرة الثانية فيها تفاح ولحم ومش عارف إيه، وقاعد كده وكده، أيتعدى شيء مما في الحجرات الأخرى إليك؟ فبفرض ان في جذوة نار ورا الجدار في الاوضه الثانيه، تحمد كده على ما تعمل المسام اللي بين الجدار كده وتلتفت تلاقيك انت عملت كده، يعني اكنك شعرت بايه؟ الله. اذا فكل جنس من الاجناس ياخذ خصائص تكوين. لذلك كان قانون الجن اخف واشد من قانون الانس. يقول انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، ويقول لك ايه؟ ان يقدر ينفد من الجدار. ايه ما ينفد من الجدار؟ ما هو النار طلعت من الجدار. اذا فلما يكون عنده كفة قوانينه وقدرة قوانينه على الشيء، دي نشأة من ايه؟ من العنصر اللي هو مكونه. انما الممنوع ان تقول انه خير من هذا، يبقى ده له ايه وده له ايه؟ له مهمة. الشيء ما دام تتعدد مهماته ما يقارنش ايه؟ ما يقارنش بيه. ابليس نظر الى هذه، لانه هو بقى قدرة من نار السموم، يعني نار السموم ايه؟ لان ادته خصائص ايه؟ ثانية، ان هو يبقى موجود ويشوف الناس ولا الناس ما تشوفهوش. ولذلك في قصة سيدنا سليمان وامرأة وسبأ، لما قال ايكم يأتيني بعرشها قبل ان يأتوني مسلمين. قوله قبل ان ياتوني مسلمين دل على انه علم انهم في الطريق اليه، وما دام هم في الطريق اليه بالقيس والقوم بتوعها في الطريق، وهو يريد ان العرش بتاعه يجي من سبأ قبل هم ما يوصلوا. طب انت بتقول اللي موجود الان واللي موجود الان عايز يروح الاول ويحل العرش خلاص ويحمله وبعدين يجي، وقبل ما يجي دول تبقى دي قوة عادية بقى؟ ده كان في الطريق جاي لنا. يبقى مسافة المروح ملغية، مسافة حل العرش ملغية، مسافة تركيب العرش ملغية، كل دي، ويجي قبلهم كمان. فلم يتكلم الإنس العادي،
لانها مش في ايه؟ مش في مقبول. ولم يتكلم الجن العادي، وانما تكلم عفريت من الجن. احنا قلنا زمان كلمه عفريت من الجن كان الجن برضه فيها لبخه زينا، فيها جن عفريت، ولذلك اللي احنا نقول ده واد عفريت يعني ايه؟ ما اصحك الجن. انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك، يبقى له زمن ولا لا؟ اللي عنده علم من الكتاب اللي اعلى بقى من الكل المسيطر على الولاء، انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفه. فلما راه مستقرا ايه؟ مستقرا عنده. اذا كل جنس له قانون. ابليس من غبائه نظر الى الخيريه في معطيات العنصر وقال انا خير، نقول له لا، انت لم تنظر الى مهمتك والى مهمتي. لو نظرت الى مهمتك والى مهمتي يبقى ما فيش حاجه احسن من ايه؟ احسن من حاجه، كلها تمشي ايه؟ ويا بعضها. والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. كلمة وقع معناها أن إيه؟ لكن ما فيش اختيار. تام دليل على الانصياع للأمر بمنتهى الإيه؟ بمنتهى السرعة. وإلى لقاء. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فقعوا له ساجدين، السجود حدث كانوا يقولوا زي ما اسجدوا اسجدوا لهذا، انما كلمة وقع هنا بده يدل على ايه؟ على ان المباشرة الحاسمة الحاسمة السريعة في تنفيذ الامر. نعم. وكلمة فإذا سويته معنى ان المية والتراب والطين وبقى صلصال كده يابس كده بحيث لما تخبط عليه كده يرن، وبعدين يصوره على الشكل اللي هيكون عليه، زي دلوقتي بيقعدوا يعملوا التماثيل ويصوروها بقى ولله المثل الاعلى يعملوها كده. ولذلك الحديث اللي بيقول خلق الله ادم على صورته، هنا العلماء بقى في مرجع الضمير يقول لك خلق الله آدم على صورته، يعني صورة ايه؟ صورة آدم ولا صورة الله ولا ايه؟ ده مين رايح فين؟ فاللي قال لك على صورته يعني لم يخلق طفلا ثم يكبر ويبقى راجل، ده اتخلق على الشكل اللي هو عليه. علشان كده واحد كده فوق يبقى انسان سوي بيفكر وبيجري وبيعمل مش عارف ايه، لو ما كانش موجود قبل كده بساعه، يبقى لازم يلتفت الى الموجد. انما لو كان صغير وكبر يقول لك يمكن حد عمل او سابني وبعدين كبرت، ابدا. خلق الله ادم على ايه؟ صورته. واللي التانيين يقول لك على صورته يعني الضمير من الممكن ان يعود الا يقول لك، لان الحق سبحانه وتعالى عمل خليفه اعطاه من قدرته قدره ومن علمه علما ومن حكمته حكمه ومن قهريته قهرة في مواقف عايز يبقى فيها قهرة ومن حلمه حلمة. يبقى ولذلك ده بيقول تخلقوا بأخلاق الله. فإذا سويته ونفخت فيه من روح، النفخ إجراء النفس من شيء إيه؟ من شيء. هل فيه نفخ صحيح ولا هي كون ولا حاجة؟ نقول له شغلتك كيف بقى؟ ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون. دي جاي بقى إيه؟ سجود بوقوع، أدي واحد. وسجد الملائكة أفرادا ومجمعين، يعني ما فيش واحد انحنى قبل الثاني. كلمة أجمعون دل على إن الجزئيات بتاعت الفعل إيه؟ لأن ما فيش واحد منهم أولى بأن ينفع للأمر أكثر من الثاني. إلا إبليس أبى، هنا أبى بس، في آية تانية قلنا إيه؟ واستكبر أن يكون مع الساجدين. إيه يعني مع الساجدين؟ في أن يكون من الساجدين، لو سجد بعد شوية يبقى برضه
انما معي يدل على ان السجود يبقى ايه وياهم يعني حركة حركة تبقى ايه تبقى واحد. قال يا ابليس ما لك الا تكون مع الساجدين. ما لك ايه اللي جرى لك يعني تقول ما لك في الشيء العجيب الذي تريد ان تعرف كيف وقع بك. ليه ايه ما هو الشيء الذي ثبت لك حتى لا تكون مع الساجدين؟ فكأن دي مخالف لايه لطبيعة الاشياء. يقول لك ما لك عملت الشيء الفلاني دي ليه انت مالك و... تقول له ما لك اي شيء ثبت لك فمنعك عن ايقاع الامر على مقتضى الحكمة. ايه اللي حصل الآية ثانية إلا إبليس أبى واستكبر قال إيه؟ قال إبليس ما منعك أن تسكت. وفيه ما منعك ألا تسكت. يبقى في آيتين اثنين. مرة جاب الإثبات ومرة جاب النفي. وهنا ما لك ما فيش منعك. أهي منعك مأخوذة من مالك. من مالك يعني إيه اللي خلاك ما تسكتش يبقى برضه هي فيها إيه؟ منعك من الإيه؟ يبقى المعاني كلها إيه؟ ملتقية. بس دي دهشة دهشة في معرفة السبب اللي خلاك تعمل العملية. كأن المنطق والعقل ما يخليكش تعملها. هذه واحدة. والثانية ما منعك أن تسكت. يعني ما منعك أن بتبقى هي والفعل في تأويل إيه؟ مصدر. تأويل إيه؟ مصدر. يعجبني أن تذاكر دروسك. يعجبني إيه؟ مذاكرتك لدروسك. يبقى أن وما دخلت عليه يبقى في تأويل إيه؟ وأن تصوموا خير لكم. يعني صيامكم خير لكم. ما منعك مرة يقول أن تسكت هنا ما لك. إنما في آية ثانية ما منعك. وما منعك نوع إيه؟ منعك أن تسكت الإيجاب ومنعك ألا تسكت. يقول له طيب منعك ألا تسكت ومنعك أن تسكت يبقى كلام ماشي. تقول له لا ده اللي بيتكلم رب. وما دام بيتكلم رب يبقى كل كلمه عنده حرف لها. قال لك ايه؟ قال لك فيه فرق بين ان يمتنع ابليس عن السجود لان قاهرا قهره ان لا يسجد وهو كان يريد ان يسجد. هو عايز ايه؟ يسجد. عايز يسجد وفيه مانع. منع فلما منعك ان تسكت تشعر بانه ايه كان من الممكن ان هو ايه منع. طب ما منعك الا تسكت نقول له لا دي اوعى تقول لا زايده زي ما بيقولوا لانه اللي بيتكلم ربنا. امال ايه؟ ام قال لك فاذا ده الامتناع مش كان الواحد منعه وهو عايز يعمل ده الواحد اللي منعه ده ما منعوه بس اقنعه بالحجة ان هو اللي يعمل. يبقى ما منعك ما زين لك ان لا تزبط. يبقى دي معنى ودي ايه؟ خدنا اللقطتين الاثنين. يبقى الامتناع اما ان يكون ابليس قد اراد ان يسجد فمنعه منع قهر عنه يبقى منعك. طب او يكون الثاني ده راح مقنعه بانه يعمل ايه؟ المنع. يبقى ما منعك ان تسجد يبقى للاولانيه. ما منعك الا تسجد من زين لك وقال لك ما تسجدش يبقى خدت ايه؟ الحتتين الاثنين. احنا قلنا زمان عند قول الحق سبحانه وتعالى لما يجي بقى في عرض الاخره ابليس ومش عارف ايه وبتاع ويتهموا في ابليس كله في ابليس كله في ابليس يقول ما كان لي عليكم من سلطان وما كان لي عليكم من سلطان. انا ما كانش عندي سلطان ارغمكم على تنفيذ ما اوسوس به. وما هو السلطان؟ يا اما سلطان القوه اقهركم فهي دي منعك يا سلطان الحجه اقنعكم بانكم تعملوا. يبقى لا دي موجوده ولا دي ايه؟ يبقى اذا ما منعك الا وما منعك ان تثبت جاي عشان تبين لنا الايه؟ اوعى بقى حد يقول زايده واللي يقول زايده يجب ان يستغفر الله مثلا. طيب ما دام له السلطان عليكم لا سلطان يمنعكم وانتم تريدون يا سلطان يقنعكم انكم كنت ايه تعملوا.
لان السلطان اما سلطان القهر واما سلطان الايه واما سلطان الحجة. ايه يا سيدي؟ قال يا ابليس ما لك الا تكون مع الساجدين؟ قال لم اكن. ما هو بقى لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. ليه يا اخويا؟ معناه ان النار يعني اشرف. تقول له لا يا اخويا، كل شيء يؤدي مهمته مساوي للاخر في اداء مهمته. قال لم اكن لاسجد لبشر، هو الجنس الاخر، خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال فاخرج منها فانك رجيم. اخرج من ايه بقى؟ اهو ده الموقف بقى. اخرج منها، يبقى لازم منها دي كان في حيز او في كلام في مكان، ما دام يطلب منه انه يخرج منها يبقى كان. طيب قلنا زمان في قصة الخلق لما تكلمنا عنها قديما ان ادم وذريته مخلوقين للخلافة في الارض، ومعنى الخلافة في الارض بينتها آية انشأكم من الارض واستعمركم فيها، وما دام هيجعلكم خلفاء، خلفاء لايه؟ لخلق كان قبلكم، او خلفاء لله في مزاولة الاسباب، لان الله يباشر اشياء في السببيات بواسطة ما خلق. الانضاج بالنار الله هو الذي ينضج، بس النار هو عاملها سبب. الاكل عشان يشبعني هو اللي يشبع، فذلك هو يطعمني وايه؟ امال دي سبب. اذا مزاولة الحق سبحانه وتعالى لاشياء كثيرة في السببيات معناها ان الانسان او كل شيء في الوجود بيؤدي مهمة يوفقنا. ولذلك الحق سبحانه وتعالى لما يجي واحد فقير وبعد ذلك يريد ان يوفقنا يحنن قلوب الاغنياء عليه، يقول ايه؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ يقرضك انت اللي معطي. طب ده انت اللي بتدي، انا اقرضك ليه؟ لان بقى ما دام انت اشتغلت وعملت انا ما احرمكش من ملكيتك، بس انت سبب. الاسباب اي الله الممدوده الى الخلق. ولذلك الانسان ساعه ما توجد له اسباب يقول السبب ده يد لله ممدوده بالدين. اوعى ترد يد الله وبعدين تقرب ذات الله. ازاي؟ قال لك هناك في قوله سبحانه وتعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ما هو المضطر؟ المضطر الذي استنفذ كل أسبابه. فإذا دعوت عن اضطرار ثق أنك مجاب. إنما إحنا بندعي مش عن اضطرار، إحنا بندعي عن ترف. يقول لك أنا دعيت وربنا ما جاوبنيش، ما هو أنت أصلك دعيت عشان يبقى لك قلة، ما أنتش راضي بالشقة. ودعيت بالشقة عشان تبقى ملك ما مرضيش بالسكن ومرضيها مش عارف ايه، يبقى ما دام في اسباب. اذا المضطر هو من ايه؟ كل اسبابه ينتهي، يوم يقول خلاص يا رب انا استنفذت اسبابي في ايدك الممدوده، يبقى انت ايه؟ يقوم ربنا يستجيب له على طول. اذا فكل ما تراه من اسباب ايدي الله الممدوده. لذلك يقول لك ايه؟ الخلق كلهم عيالي. ايه؟ فأحبهم إلي أرأفهم بإيه؟ وقلنا قصة ستنا فاطمة لما قعدت تجري الدرهم وبعدين قالت إنه يقع في يد الله قبل أن يقع في يد الفقير. قال فاخرج منها، أي من إيه؟ المكان. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى بيتكلم في الملأ الأعلى أو في الحضرة. اخرج منها، أي من مقام الحضرة التي كنت مشرف إنك تبقى الملائكة ويبقى مش عارف إيه، يلا ابعد عنها، اخرج منها. قال فاخرج منها فإنك رجيم. رجيم اللي هو اللي نسميه مرجوم. مرجوم مبعد بالإيه؟ مش كده بالكده، ده بالرمي بالحجارة. وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. في دليل على أخي برضه الجن بيموت.
لهم اجال زينا وكل حاجة. وكل انظرني الى يوم يبعثون ده لؤم في السؤال. لان ان انظره الى يوم البعث ماشي الى يوم القيامة الى يوم يبعثون يبقى مش هيموت بقى. يبقى ايه؟ مش هيموت مدام الى يوم ايه مش يموتون. لا الى يوم ايه مش قال انظرني لحد ما نموت كلنا. لا الى يوم ومدام انظر الى يوم يبعثون يبقى نفد من مين؟ ومن نشوف ربنا قال له ايه؟ قال يعني هيفوزها على ربنا. قال رب فانظرني اي اخرني وامهلني الى يوم يبعثون. قال فانك من المنظرين. ساعة هو بيسمع فانك من المنظرين اكن دعوته مين؟ استجيبت. ولذلك عملوها آية عشان الحسرة تيجي قوية قوي. ساعة ما يسمع انك من المنظرين يقول لك خلاص ضمننا اننا ايه؟ هنعيش بقى لحد الله. وبعدين يقول له ايه؟ الآية تانية الى يوم الوقت المعلوم. يبقى نفدت من الى يوم الوقت المعلوم اللي الكل هيموت ايه؟ الكل هيموت هيموت فيه. قال فانك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم. قال ربي بما اغويتني لازينن لهم في الارض ولاغوينهم اجمعين. ربي ايمان بالربوبيه بما اغويتني. وهل الله هو الذي اغواه؟ فالله امره ونظرا لانه ملكه الله عنصر الاختيار فما نجح في الامتحان. يبقى الاغواء من الله. ربنا ما ردش عليه بما اغويتني. قال له برضه كلامك صح انا اللي اغويتك لان انا اللي عرضتك للامتحان. يعني لو ما كنتش عرضتك كان للامتحان كنت نفذت. انما ايه؟ طيب انما انت اصلك انت يعني انت فاهم ان انت اغويتني ما تمشيهاش كده. انا صحيح اللي اغويتك انما اغويتك ايه؟ بالفعل ام بتمكينك اختياريا من الفعل والترك؟ بتمكينك اختياريا بين الفعل والايه؟ والترك. يبقى هو بما اغويتني بسبب الاغواء. طب وهو اغواك ازاي؟ اما قال لك ما هو اللي ابتدى الامر وهو اللي قال لي مش عارف ايه؟ يفرض ان لك ولد وبعد ذلك قال لك يا بابا انا هسافر مش عارف مين اديني فلوس عشان اروح مش عارف ايه؟ تقول له خد الفلوس بس انت عارف تصرفها في ايه؟ مصاريف اللي هي يعني لا مصاريف كريمه، مصاريف تقوى، مصاريف ورع، ما تصرفهاش في حاجات مش عارف ايه، واديت له مثلا 100 جنيه. خد ال 100 جنيه والفلوس اغرته في السوق بقى ولقى بقاء السوق وقعد بقى ايه؟ جابوا له ابنه مخمور. قالوا شوف ابنك مش عارف ايه. بس يقوم يبقى يضربه بعد ما يقول له ما انت اللي اديتني الفلوس بقى مش عارف. شفت بقى. دي زي دي تماما. ما انت اللي اديتني الفلوس. انا اديتك الفلوس لان انا مكنتك من الاختيار. اديتك الفلوس بس انت ما نجحتش. هو اللي اديتك فلوس بس ولا اديتك فلوس ومنهج؟ اديتك فلوس ومنهج. وانا بحكمك عليها دلوقتي على مخالفة المنهج. قال رب بما اغويتني لازينن لهم في الارض ولاغوينهم اجمعين. ازينن قال لك لان كل وسوسة الشيطان لا تأني ما تجيش في ضرورة حياة كلها ترف حياة. ترف حياة اللي هو ايه؟ يهلكوا ثمار العافية. يهلكوا ثمار الايه؟ يعني واحد عنده انحراف في اي حاجة يشرب خمرة يا من مخدر يا من مش عارف ايه ان كان بيقدح ويجيب مش عارف ايه بتاع ياخد ثمار ايه؟ ياخد ثمار العافية كلها. كلها يضيعها في ايه؟ في هذه المسألة. اذا فالتزيين معناه انه ما بيجيش في اشياء ايه؟ في اشياء ضرورية في الحياة. لان الضرورات مضمونة حلا. مضمونة ايه؟ مضمونة حلا. ايه اللي كده؟ الثاني الانحرافات. ولذلك احنا قلنا الناس حتى اللي داخلهم على قدهم والناس اللي مش عارف بيتعبوا من المثال الاقتصادي نقول له ايه؟ استقيم وانت تختمش. الاستقامة ما تكلفش.
الاستقامة هتخليك تطلع من الشغل بتاعك وانت كنت خارج من البيت بطران بشوية عيش وشوية فول ولا جبن ولا بتاع، وبعدين تروح تاكل اللقمة الحاضرة وتقعد تنام وتقعد ويا الاولاد من باب او اولا بتراعيهم وتقعد وياهم وتقلل افتراقك منهم وتعرف اللي قاعد بره واللي غاب ومش عارف ايه، فيبقى صلاح للامر. وثانيا لا هتقعد على قهوة ولا هتروح مش عارف هنا ولا هتروح هنا، يبقى الاستقامة ايه؟ عملية اقتصادية ولا مش اقتصادية؟ ما تكلفش حاجة أبدا. قال رب ما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. ما هو بقى في النحر بقى، اشمعنى هو اللي هيبقى يعني عاصي؟ عايز الكل بقى يدخل في الله. ولذلك المسرفون على أنفسهم يحزنون حينما يرون أناسا على استقامة، يقوم نفسه يعمل إيه؟ نفسه ياخدهم وياه. طب وانت نفسك تاخدهم وياك ليه؟ علشان ما يكونش امام نفوسهم وامام الناس في حال خير من حالين. مش معناه اللي خبت يخيبوا وياه يا رقري. يبقى اذا المستقيم الغير مستقيم نفسه يعمل ايه؟ نفسه يخرجوا من الاستقامه. ليه؟ لانه كل ما يشوفه غير المستقيم يشوف المستقيم يضرب نفسه. بدليل انه هو اللي عامل ايه؟ قال له انظرني الى يوم يبعثون. مش طلب منه؟ يبقى معنى طلب منه ايه؟ وقال ربي ولأغوينهم اجمعين. كلمة اجمعين دي تفيد ضحافة الافراد. بعد ذلك عرف مقامه من نفسه، قال الا عبادك منهم المخلصين. دول ما اغدرش عليهم. ليه ما اغدرش عليهم؟ لانك انت اخلصتهم لنفسك، وما دام اخلصتهم لنفسك يعني انت خدتهم من هذا الطريق، يبقى انا ما اقدرش عليهم. يبقى المعركه مش بيني وبينك، المعركه بيني وبين مين؟ وبين العدو. وفي طبعا عبادك منهم المخلصين، يقول لك ما وصلوا الى مرتبه الاخلاص مخلصين الا لانهم كانوا ايه؟ مخلصين. يقول لك دي مساله برضو اهل المعرفه واهل النور والاشراق بيسووا بينهم. يقول لك مثلا أن تصل بطاعة الله إلى كرامة الله، وفلان وواحد تاني يصل بكرامة الله إلى طاعة الله، يعني يكرموا الأول وبعدين إيه؟ وبعدين يطيعوا بعدين. ليه؟ علشان ربنا يبين لنا إنه مفيش حاجة تحجز عن بابه. إحنا ضربنا مثل ولله المثل الأعلى، قلنا إن الراجل يقف قدام البيت وبعد ذلك يجي له واحد يسأله ويطرق الباب مثلا عشان يسأله. يوم يكرمه لأنه طرق بابه. أهم ذل اللي أطاعوا طرقوا باب الله ففتح لهم. خلاص؟ وهو يتكرم كده ويمشي كده ويلاقي ناس سمتهم كويس كده، يقول له والله لا تيجي تتغدى وياي. الله! يبقى فيه الناس اللي يصلون بطاعة الله إلى كرامة الله، وناس يصلون بكرامة وناس بغير قبل لي وقال لي كده وخدني وأكرمني طريق ده مش عارف إيه، يبقى يصلوا بكرامة الله إلى إيه؟ إلى طاعة الإيه؟ الى طاعة الله. اللي هو مثلا بعض الصوفية لما فضيل بن عياض مثلا، فضيل من المتصوفة الكبار، حكوا عنه وحكاية الصالحين دي الحكايات بتبقى يعني مشوقة، ومن دليل على صدقها انها بتدخل في النفس. تدخل في النفس. بيقول لك ان هو كان قاطع طريق وقاعد بقى عند خربة عشان مستني ناس بقى يمشوا بالضاعة وبتاع ويقطع عليهم الطريق وياخدهم. وبعدين هو مستني الخارج قام سمع ناس يقولوا بلاش من الطريق ده لأن الجدع ده ضايق السكة من حول من ناحية ثانية. قالوا الفضل ده بس قاعد لنا كده مش عارف ايه وبتاع. قام هو سمع يعني صعب عليه الناس اللي هم خايفين منه. قام في الوقت دي قارئ قرأ أو هو سمع صوت كده، قال ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم
فما كان منه الا انها زلزلت كيانه وقال انا يا رب وتاب من يومه. فلما تاب الناس اللي عارفينه يقولوا له ايه الحكايه اللي حصلت الانقلاب دي؟ هنا وصل بكرامة الله الى طاعة الله وبقى متصوف كبير. فسألوا ايه الموضوع ده اللي حصل يعني؟ قال له الله انت عملت حسنة في حياتي ابدا ابدا الا حاجة واحدة، انا كنت ماشي في ليه ورقة وبعدين بشوفها ايه كده لقيتها آية من القرآن والناس دهس عليها ومتوسخة كده، قامت صعبت عليها الآية، صعبت عليا الآية، كنت خدت الآية وكان في جيبي درهم واحد، رحت على السوق واشتريت به عطر وجيت على الورقة مقطرتها بالايه بالعطر ده كده وجيت شق عالي لا تصله يده وحطيتها. قال والله دلوقتي بفتكر انني سمعت هاتفا يقول والله لا اطيبن اسمك كما طيبت فيه. هذه ولذلك ده النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك اياك ان تحتكر طاعة ما قد كده، يمكن هي بالفعل ايه اللي هي مش الراجل سأل كلب ربنا غفر له، واياك ان تحتكر معصية قد كده، لان المرأة دخلت على حبسة القطة فقال ايه ان الله اخفى سلاسا في سلاس، اخفى رضاه في طاعته، فلا تحكرن طاعة ما، يمكن هي دي القشة اللي حد، واخفى غضبه في معصيته فلا تحتكرن معصية ما، واخفى اسراره في خلقه فلا تحتكرن عبدا ما، عسى ان يكون ايه. قال رب بما اغويتني لازينن لهم في الارض ولاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين، ما اقدرش اجي ناحيتهم. قال هذا صراط علي مستقيم، والله كلام كويس، انا علي انني ايه انفذ لك الايه الموضوع ده. وبعدين رجع انك من قال لاغوينهم اجمعين، الاستثناء بتاع الا عبادك منهم المخلصين خلها مش منه، خلاها من نفس الحق، قال ايه ان عبادي ليس لك عليهم سلطان، ما دام وصلوا الى هذه المرتبه يبقى ايه. ولذلك ابليس كان عالم، قالوا انه عالم حينما اقسم، وعالم انه حينما لون طرق اغوائه لخلقه. حين اقسم، اقسم بايه؟ قال بعزتك، بعزتك، ومعنى عزة ايه؟ انك عزيز عن الخلق، من شاء فليؤمن، لو كنت عايزهم كلهم ما اقدرش اخد حد، انما عزتك عن خلقك هي اللي حنفذ منك، بدليل ان اللي انت خدته من المخلصين انا ماليش وياه ايه؟ ماليش وياه ايه؟ يبقى عارف يقسم ولا ما عارفش؟ قال بعزتك اي عن خلقك من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، انا حدخل من هذا الباب، لانك لو اردت الخلق كلهم ما استطعت ان اخذ منهم واحده، بدليل ان من استخلف